أشرف المرسلين، خواتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله حمدا مباركا في مرة أخرى أن جمعنا على حصة تجويد القرآن الكريم. نعم، إذا الحصة تاع اليوم إن شاء الله هي التجانس والتقارب والتبرع. اش ما قلتش التماتو؟ نعم ممتاز، شكون اللي تذكرني بالتماتو؟ نعم. التماثل هي أن يكون الحرفين متماثلين مخرجا وصفة ولفظا وخطا ورسما. متحدة مخرجا وصفة ولفظا ورسما إلى آخره. إذا هاد التماثل اش ما درنا في ديك الحصة؟ إلى كم ينقسم التماثل؟ إلى ثلاثة أقسام. نعم، التماثل الصغير، التماثل الكبير، التماثل المطلق. ممتاز، لأن جميع الحروف مثلا سواء كانوا في كلمة أو لا جوج الكلمات يكون بيناتهم واحد العلاقة، يا إما تكون علاقة تماثل، إما تجانس، إما تقارب، يا إما تباعد. إذا حنا التماثل كيف ما قال توريا اتحاد الحرفان ياك مخرجا وصفة لفظا ورسما، وقالت كينقسم إلى ثلاثة أقسام، قالت لينا صغير كبير مطلق. نعم، شكون اللي تعطيني ما معنى التماثل الصغير؟ التماثل الصغير هو حرف الاول يكون ساكن والثاني متحرك. نعم ممتاز، اذا التماثل الصغير ويكونوا بمعنى متحدين في المخرج والصيفه، ويكون الاول ساكن والثاني متحرك. اذا شنو الحكم ديالو هذا في روايه واش عندنا في ادغام؟ ممتاز، اذا كيتسمى ادغام التماثل، الميم مع الميم، الكاف مع الكاف، اللام مع اللام، التاء مع التاء الى اخره، الهاء مع الهاء الى اخره، نون مع النون. نعم متثبيته. عليكم عليكم مين؟ إذا غنتمثل الأمينة كيكون حرف الأول ساكن والثاني متناعم. نعم، يلاه. أعطوني مثال آخر. ممن. متابع، حنا شنو نقولوا؟ مكتوبين. شنو نقولوا حنا؟ لا مشينا حنا تندوي على الصغير، تندوي على الصغير، عطوني الصغير الساكن مع المتحكمين. نعم، مع المتحكمين. ربي عفاك. نعم، إذ ربي عصاك. ممتاز ممتاز، إذ ربي عصاك الحجر. إذا نمشيو للكبير، عطوني مثال في الكبير. نعم، خاص تكون الميم الأولى محركة، الثاني محركة. الرحمن الرحيم مالكي، الرحيم مالكي. سدات ميم ما نشكروها؟ شنو هي؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم. نعم، حتى هي تقدر تقول مما نسلم. نعم، الميم الاولى مكسوره والثانيه مفتوحه. نعم، عندنا اظهار. نعم اذا حنا قلنا هذا الكبير عندنا فيه الاظهار الا في كلمتين، شنو هما هذ الكلمتين؟ كاينين استاذ جوج كلمات. شنو هما؟ كاينه كلمه في سوره يوسف تمنونا، فيها تمنونا أصلا مكنني. نعم ممتاز، والمطلق. نعم التماثل المطلق هو حرف الأول يكون متحرك والثاني ساكن. نعم، أعطوني مثال. الأول تتبيل. تتبيل. نعم، ننسخ. نعم، إذا النون مع النون، النون الأولى مثلا مفتوحة والثانية ساكنة. إذا في هذه الحصة إن شاء الله غندوي على التجانس. إذا قلنا التجانس هو اتحاد في المخرج، بمعنى اتحاد ديال جوج ديال الحروف في المخرج ولكن اختلاف في الصيفة. وهذا التجانس كذلك ينقسم إلى ثلاث أقسام، عندنا صغير وعندنا كبير وعندنا مطلق. إذا كيف العادة، المهم القاعدة كتقول صغير هو الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، كبير الحرف الأول متحرك والثاني متحرك، المطلق الحرف الأول متحرك والثاني ساكن. إذا بالنسبة لرواية واش عندنا في من طريق الأزرق، بالنسبة للصغير ملي كيكون واحد الحروف مثلا متحدين في المخرج ومختلفين في الصفة عندنا الإظهار إلا في بعض الحالات. إذا شنو هما؟ إذا نكتبوا مثلا التجانس الصغير، إذا الدال مع التاء. مثال قد
تبين. لا وعلاش ما تقصديه بالقاف؟ شنو عندي هنايا؟ نعم، إذا التجانس الصغير قلنا فيه الإظهار إلا في بعض الحالات، ومن الحالات اللي في اللي غيكون فيها الإدغام هي هذه، عندك الدال مع التاء، إذا هاد الدال لا تلفظ ما نطقش بها، إنما سوف تدغم في التاء فيصبحان حرفا واحدا وجدا، فأقول قد تبين. نعم، والعكس صحيح، التاء مع الدال. أعطوني مثال. أجيبت دعوتكما، أجيبت. لاحظوا معي التاء مع الدال، سوف تدغم التاء في الدال فتصبح حرفا واحدا مشددا. أجيبت جماعة، أجيبت دعوتكما. نعم، إذا انتبهوا أخواتي، التاء ما تدخلش بها، عاودوا تحذفوا. أجيبت دعوتكما. نعم، إذا هنا كذلك عندي إدغام، إذا إدغام التجانس، إدغام التجانس، إذا إدغام تام أكمل ما يكون. تدغم كذلك التاء في الطاء، إدغام ناقص، إدغام تام عفوا. نعم، قالت طائفة، قالت طائفة، سوف تدغم التاء في الطاء فتصبحان حرفا واحدا مشددا، هنا إدغام تام أكمل ما يكون. عندنا كذلك الطاء في التاء، إذا أخواتي دائما كي إلا كان الحرف قوي والحرف لا يدغم القوي مع الإدغام، إذا هنا غيكون واحد الإدغام اللي هو ناقص، إحنا غنلاحظوها مي غنلفظو إدغام ناقص. أعطوني مثال. إذا غنلقاو السكون فوق من الطاء، باسا باسا تا باسا تا، إذا إدغام ناقص، إذا كاين إدغام، سوف تدغم الطاء في التاء ولكن إدغام ناقص، الطاء غتخلي لنا الإطباق ديالها لأن لا يدغم القوي في الضعيف. ناخذ مثال، وعندنا كذلك حالة أخرى اللي هي الذال في الظاء، مثال يظلموا. إذا اتحد مخرجان وصفات غير واختلف في الصفة، إذا الدال ساكنة والضاء مفتوحة مفتوحة، إذا اش غيوقع لنا؟ سوف تدغم الذال في الظاء فأقول يظلم. كيف هي هاته اللام؟ مفخمة غلظة، لماذا؟ ظاء مفتوحة، ممتاز. إذا انتهينا من الصغير، إذا الصغير قلنا في رواية ورش عندنا في من طريق الأزرق عندنا الإظهار إلا في بعض الحالات، الدال مع التاء، تاء مع الدال، تاء مع الطاء، طاء مع التاء، والدال مع الظاء. غادي نشوفوا التجانس الكبير، يلا أخوات، قلنا التجانس الكبير هو كون جوج ديال الحروف متحركة. نعم، أعطوني مثال. والتاتي طائفة. والتاتي طائفة. نعم، والتاتي طائفة، نعم. طائفة. نعم، إذا لاحظوا أن التاء مع الطاء متحدين في المخرج المسافر في الصفة، إذا التاء مكسورة والطاء مفتوحة، إذا جوجهم متحركين، إذا هنا ما غيكونش عندي إدغام لأنه كبير، تجانس كبير، إذا عندي الحكم ديال الإظهار. مثال آخر في كلمة. انتبهوا مثلا يهتدي. لاحظوا معايا التاء مع الدال، تاء مفتوحة والدال مكسورة، إذا لا أقول يهدي بل يهتدي، لا تدغم التاء في الدال لأن هنا عندي تجانس كبير، الحرف الأول متحرك والثاني متحرك. إذا نشوفوا الحالة الأخيرة وهي مطلق، إذا المطلق قلنا يكون الحرف الأول مفتوح والثاني ساكن، ويكون متحدين في المخرج ومتسالسين في الصفة، إذا تجانس. أعطوني مثال. أفتقنا هنا. ممتاز، نعم. أفاتق معونة، أفاتق معونة،
اش من حكم عندنا؟ اذا التاء مع الطاء اظهار، ممتاز. اذا هنا اظهار، هنا كذلك اظهار. اذا الملاحظه اللي لاحظناه هو في الصغير عندنا حالات ديال الادغام، ادغام تجانس. في الكبير ما عندنا حتى شي حاله، كلشي فيها اظهار ياك. في المطلق كذلك عندنا الاظهار. اذا مفهوم اخواتنا؟ عندي سؤال، عندي سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.